صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. بعد عطلة العيد كنشوفوا الأجواء ديال الطريق الساحلية لمدينة الدار البيضاء، فيها الزحام نتمنى أن العيد يكون لزين، تكون بخير وعلى خير، تكون أيامكم كلها أعياد وكلها فرح يا رب. السلام عليكم، بالصحة والسلامة واش ما تمنيتو. اكيد انه لو بروميير جور ديال 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 السيمانة مع نهاية العطلة ديال العيد، اكيد على انها تكون الطريق مزاحمة، ولكن حنا سنقول لكم الاجواء ديال كل يوم كيفاش كيكون الطريق، لسواء السيار لسواء الساحلي. ان شاء الله يا ربي يا رب، ان شاء الله خير وبركه لجميع المسلمين والمغاربه يا رب، كافه المجمعين. نتمنى ان شاء الله ايامكم تكون كلها فرح. اللهم امين لنا ناديه.
فهمتش انا هاد بنادم كيتم جاي داخل بلا سينيا بلا والو. والله هنا لنا مهدا والله الا كيعصبوا راه حتى كيوصلوا كيدخلوا والسيد غادي في لالين ديالو شويه جاي عندي راه كون ما رديتش البال كلاكسونيت عليه كنكون خبطته. سي محمد هاد الصداع كامل اللي درنا حداك وباقي نسيت كتب شريف لا حول ولا قوة الا بالله الله يحرق يلا صوقي مع هادو لا حول ولا قوة الا بالله. سمحوا لي مشاهدينا نقطع اللايف لانه باش ما نتبرزطش في السوق، كانت نتلقى ان شاء الله مره اخرى.